وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم في مجال الثروة المعدنية، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر التعدين الدولي الثالث والذي تستضيفه مدينة الرياض السعودية. وقع المذكرة كل من وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم. أكد طارق الملا في هذا الإطار على أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون الفني في مجال البحث وتبادل المعلومات الجيولوجية والتدريب وتنمية المهارات بين الدولتين الشقيقين، وذلك في مجالات البترول والتعدين، لا سيما أن الدولتين يفصلهما البحر الأحمر وبينهما مساحات تجعل التنمية يستفيد منها الطرفان. أبرمت الهيئة العامة والاستثمار والمناطق الحرة وشركة استثمار مصر للتنمية ومجموعة ماكسيم الاستثمارية عقد إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر في المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة. ستقوم مجموعة ماكسيم وفقا للعقد بتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مركز الصف وتحويلها إلى أول منتجع طبي وصحي في مصر، وهو منتجع نايا الذي سيدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد. بدأ مصنع أرمنتي بمحافظة الأقصر استقبال محصول القصب من المزارعين، ويستهدف تسلم نحو 950 ألف طن قصب لإنتاج ما يقرب من 100 ألف طن سكر أبيض خلال موسم الحصاد الجاري. يمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية خاصة التصنيع الزراعي نهجا استراتيجيا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه لتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائي على صعيد القيمة الغذائية والنواتج التي يمكن أن يحصل عليها المزارعون بنهاية الموسم. في محافظة الأقصر بدأ مصنع أرمنت، أحد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال محصول القصب من المزارعين، حيث يستهدف استلام نحو 950 ألف طن قصب لإنتاج ما يقرب من 100 ألف طن سكر أبيض خلال موسم الحصاد الجاري، وذلك بعد أن تم التعاقد على 34 ألف فدان قصب. ووسط فرحة كبيرة للمزارعين، قال صلاح عمر العضو المنتدب الفني لمصانع السكر والتكرير إن الإنتاج هذا العام مبشر. بداية موسم توريد محصول القصب لمصانع الشركة، بدأ تشغيل ثلاث مصانع، مصانع كومومبو وإتفو أرمنت، بدأ إنتاج السكر من يوم الجمعة الماضية الحمد لله، وتباعا جاري تشغيل مصنعي قوس ونجع حمادي ليبدأ إنتاج السكر يوم 10 إن شاء الله، يليهم مصنع جرجة يوم 15/1، يليهم في النهاية مصنع دشنة يوم 20/1، وده متوقع السنة دي استلام ما يقرب من 6,200,000 طن قصب لإنتاج 650,000 طن سكر. ومن المقرر أن يستقبل مصنع سكر أرمنت في موسم عصير قصب السكر ما يقرب من 1,150,000 طن من قصب السكر كل عام، مشيرا إلى أنه تم إنهاء استعداد كافة العاملين بمصنع سكر أرمنت الذين يكون لهم دور كبير سنويا في إنجاح الموسم هذا العام، وكذلك كافة المزارعين الذين يتعاملون مع موسم القصب ويلتزموا بالتعليمات بصورة مميزة. طبعا احنا الموسم ده بنستناه من السنة للسنة، لأنه هو يعتبر نمرة واحد بالنسبة لنا احنا كشغل وكأكل عيش وكل حاجة بالنسبة لنا يعني، تمام. وإن شاء الله موسم خير يعني، وإن شاء الله يعني محصول كويس. الإنتاجية زادت، ويعني في اللي عجب 60 وفي اللي عجب 55 وفي اللي عجب 50، أقل حاجة 45 طن الفدان. تطورت صناعة السكر من القصب في مصر بصورة كبيرة مؤخرا نتيجة جهود القيادة السياسية بإيلاء الاهتمام بالزراعة وسد الفجوة بين التصدير والاستيراد والقيام بالزراعة التعاقدية لحفظ حقوق الفلاحين وزيادة دخلهم.
إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 4 مليارات جنيه. هذا وقد ربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه. أما بالنسبة لمؤشرات البورصة فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 97% ليغلق عند مستوى 25,589 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بما نسبته 83% ليصل ويحقق ما قيمته 5,811 نقطة. قفز مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 83% ليغلق عند مستوى 8,319 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تراجعها في الجلسة السابقة بشكل حاد، مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط من جهة ومخاوف الطلب وزيادة إمدادات أوبك من جهة أخرى. هذا وقد زادت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 34% ليصل ويحقق ما قيمته 76.38 دولار للبرميل. بالنسبة للعقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط فقد زادت ب28% لتصل وتحقق 70.97 دولار للبرميل. فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 10% لتصل إلى 3.2 دولار للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.1% لتسجل 2.67 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية تقلص العجز التجاري الأمريكي على غير المتوقع في نوفمبر الماضي مع تراجع الواردات. هذا وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، قال إن العجز التجاري انكمش 2% إلى 63.2 مليار دولار، وتوقع اقتصاديون ارتفاع العجز التجاري إلى 65 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وتقديرات النمو للربع الرابع حاليا 2.5% على أساس سنوي.